نشوف بقى، احنا قلنا ان الطاقة دي مهمة جدا في حياتنا، طب هنستخدمها ازاي في تشغيل السيارات بقى؟ جه المهندسين الميكانيكيين اللي هم اللي بيبقوا في هندسة، في هندسة كده قسم ميكانيكا اللي منكم ان شاء الله ربنا هيكرمه ويكبر ويخش هندسة وممكن يبقى حابب يبقى مصمم للعربيات او يصنع عربيات، يبقى بيخش في ايه هندسة في قسم ميكانيكا. او من المهندسون الميكانيكيون دول عملوا ايه؟ هم اللي بيصمموا السيارات وبيحاولوا يدوروا على طريقة يشغلوا بيها العربية، والطريقة دي تكون رخيصة وتكون في نفس الوقت مش ملوثة للبيئة. طيب انا عندي السيارات اللي احنا صنعناها 3 انواع على حسب صور الطاقة اللي استخدمتها. فمثلا في سيارات بتعمل بالوقود، يعني صورة الطاقة هنا ايه؟ كيميائية. في عربيات تانية بتشتغل بالكهرباء، يعني صورة الطاقة الطاقة الكهربية. في سيارات تانية بتشتغل بحاجة اسمها الطاقة الشمسية. طيب سيارة الطاقة الكيميائية او الوقود اللي بتشتغل بالوقود دي، هي احنا عارفين ان الوقود ده اولا هو مصدر للطاقة بس غالي، وكمان بيخرج منه عوادم للسيارات اللي هو البنزين. لما بيتحرق في العربية بيخرج الدخان اللي من العربية ده بيلوث البيئة، بيؤدي الى تغير المناخ عشان بيعمل تلوث في الجو. طب سيارة الطاقة الكهربية، ما هي الطاقة الكهربية هي دي مصدر نظيف للطاقة، يعني ما بيلوث البيئة بس غالية برضو، لان العربية لازم يبقى فيها بطارية والبطارية محتاجة تتشحن، فهي برضو مصدر ايه غالي بس مش غالي قوي زي الوقود، اقل شوية، بس الميزة اللي فيه انه مصدر نظيف للبيئة. طب تخيلوا بقى نشوف مصدر تاني رخيص والنظيف كمان، يعني ما بيلوث البيئة، هي مين؟ الطاقة الشمسية. دي تعمل بالطاقة الشمسية، فبالتالي ولا هي محتاجة وقود، مش محتاجة بنزين، ولا محتاجة بطارية تتشحن، وما بتسببش تغير في المناخ، يعني ما بتلوث البيئة. بس ايه مشكلتها؟ ان الطاقة اللي بتنتج من الخلايا الشمسية اقل بكتير من الطاقة اللي طالعة من البنزين او البطارية الكهربية. يعني بتاعت الكهرباء دي بصوا بيبقى فيه جهاز كده عامل زي الجهاز بتاع البنزين برضو اللي في البنزينة العادية، بس ده بيبقى شحن، شفتوا كده لما بتيجوا تشحنوا الموبايل اهي بتشحن العربية كده. طيب اما بتاعت الطاقة الشمسية بتتشحن بقى ازاي او بتتعمل ازاي؟ دي بتشتغل عن طريق بيركبوا لها على السطح بتاعها كده الواح شمسية، شايفين اللي فوقها دي، اللي فوق العربية، الالواح الشمسية دي بتاخد طاقة الشمس وتحولها لايه بقى؟ وتحولها لطاقة كهربية وحركية تحرك العربية دي. طيب بس زي ما قلنا الطاقة اللي طالعة منها اقل بكتير من الطاقة اللي طالعة من البنزين والبطارية الكهربية، هو ده العيب بتاعها. طيب العيب ده بيأثر في ياميس، بيأثر ان سرعة السيارة اللي بتعمل بالطاقة الشمسية بتبقى يدوب ممكن تقطع مسافة 88 كيلو متر في الساعة، لكن العربية اللي بتمشي بالوقود ده في عربية بهميس بتوصل لـ 240 كيلو متر في الساعة الواحدة، شايفين فرق السرعة؟ طب المهندسين الكيميائيين، المهندسين الميكانيكيين دول قدروا ان هم ايه يحاولوا يزودوا سرعة العربية شوية بحيث تبقى قريبة من سرعة السيارة التقليدية اللي هي السيارة اللي بتعمل بالوقود. عملوا ايه بقى؟ فاكرين الفهد؟ هم بصوا للفهد وقالوا هو بيمشي بسرعة ليه؟ عشان وزنه خفيف. طب احنا هنخفف وزن العربية اللي بتمشي بالطاقة الشمسية، هنعمل ايه؟ هنستغنى عن شوية اجهزة زي عداد السرعة بقى او اي حاجة جوه العربية مش محتاجينها مش مهمة، هنشيلها هنستغنى عنها. ماشي يا اولاد؟ يبقى العربية اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية دي كده مصدر نظيف للطاقة ومصدر كمان رخيص للطاقة. تمام يا اولاد؟ ودي كانت حاجة، كانت او اختراع حلو جدا لانه نظيف جدا ايه للبيئة. كده درس النهاردة يا اولاد خلص، اتمنى لكم التوفيق وعايزاكم تذاكروا اول باول. مع السلامة يا